أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. ارحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد أحمد الجوخي. بداية أسعد مساك. الله يسعد مساك، يا أهلا وسهلا فيكم. كلك زا. طبعا سيد أحمد، في البداية حضرتك صاحب مؤسسة الهدير للألعاب بالتحديد في عمان، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا اسمي أحمد عبد الرحمن الجوخي أبو عبد الرحمن، مواليد 77، دارس لمرحلة ثانوية عامة، وحاليا كنت سكان منطقة جوفة، وهسه حاليا سكان منطقة ضاحية الياسمين. الحمد لله عندي 3 أولاد، عندي الكبير اسمه عبد الرحمن، عمره 20 سنة بالجامعة الأردنية تخصص لغات سنة ثانية، وعندي ابني الوسطاني اسمه عمر، السنة هاي بإذن الله توجيهي أدبي، وعندي ابني الثالث اسمه عيسى صفه 9، ومتزوج من واحد الحمد لله، بس مستكفي. تعرفنا أكثر عن المشروع، كيف دخلت هذا المشروع؟ من إجتك فكرة مشروع الألعاب؟ والله مشروع الألعاب، أنا كنت مندوب مبيعات بعام العقد الماضي بعام 97، كنت مدير قسم السيفويل ألعاب من 97 لسنة 2000، فعد أنا تمغصت يعني وشفت ويعني عرفت واقتنعت يعني بموضوع الألعاب وحبيته لأنه مشروع بيدخل الفرح والسرور على الطفل، ويعني في مجال مختص وواسع كثير، إنه في ألعاب تعليمية، في ألعاب يعني بتشغل الطفل، يعني بتعمل السعادة للطفل. أنا بحب يعني بحب الأطفال تكون سعداء، بحب السعادة، بحب يعني الطفل يكون يعني لاقي إشي يسوغ خاطره. تعرفنا أكثر عن مؤسسة هدير الألعاب، شو الألعاب المقدمة عندكم والخدمات الموجودة؟ والله عنا شركة هدير الألعاب بنقدم عنا يعني من مدة عامين عنا خدمة التوصيل هاي، لأنه من بعد الحمد لله الكورونا صار الناس قليلة، تعودت الناس هيك، صار عندها شوية كسل وخمول ما يطلعوا من البيت يعني، فهاد الناس تعودت انه توصلها الشغلة وهي قاعدة، زي ما الواحد يطلب وجبة أكل توصله البضاعة. فهاد هسه من سنتين زمن يعني نسبة الناس اللي عندنا الزيارات ميدانية انه بالمحل قلت كثير، يعني صار أغلب الزبائن إنه خدمة توصيل أونلاين محافظات حتى داخل عمان. بالنسبة للألعاب اللي عنا هي طبعاً كلها يعني 100% كلها صناعة صيني، لأنه الصين بصراحة هي الأسعار اللي وصارت لكل العالم تصدر. طبعاً عنا ألعاب بتشمل ألعاب بنات، ألعاب أطفال، بنات أولاد، ألعاب بيبي، عندنا ألعاب شخصيات أفنجر سونيك، يعني أي شيء ترند للأطفال إحنا عطول منجيبه. ألعاب تعليمية لمراحل روضة، ألعاب مثلا تعليم قرآن، ألعاب تربوية، وهي الأشياء يعني كثير مراكز تحفيظ قرآن، مدارس بطلبوها، والحمد لله يعني إحنا ما نقدر نوفر لهم إياها. حتى يعني أوقات كنا نتغلب بالصين، زمان قبل فترة 15 سنة كنا ننزل على الصين نتغلب إنه اللعبة ما عندهم اللعبة فيها لغة عربية، كنا نتغلب ويحددون كميات كبيرة الصينيين، إنه عشان مثلا أنا ما بدي مثلا كمية 2000 حبة من النوع، بدي 100-200 حبة، بس ما في لغة عربية، كنا نتغلب بأنه اللعبة يغيرون الآي سي داخلها أنه تصير فيها لغة عربية. بس برأيك سيد أحمد، شو صار تميزك ونجاحك عن غيرك بمجال الألعاب؟ والله تميزي أني الحمد لله خبرة، يعني خبرة زي ما تقولي قديمة في هذا المجال، يعني بتتعدى يعني تقريبا 20 عام بمجال اختصاص الألعاب الأطفال.
يعني الحمد لله رب العالمين، يعني اشتغلت في الألعاب مدة يعني ما كان الناس يعرف شو هي الماركات وشو هي الشخصيات. يعني تميزت الحمد لله في الشخصيات، وعندي زباين اللي بتعرف انه شركتنا بتجيب شخصيات ألعاب مش متوفرة، منتجات يعني ما بيلاقوها إلا عندي. بس مع التطور حاليا يعني صار الكل يجيب، يعني الكل يقلد يجيب نفس اللعبة تقريبا. نعم، بس شو هي رؤيتك المستقبلية للمحل؟ انت شو حاب تعمل لقدام؟ والله يعني ان شاء الله يعني ما احنا الواحد بتمنى انه يتطور ويطور حاله ويفتح مثلا يفتح محل مفرق، لانه احنا حاليا هون بنبيع جملة ما بنبيع بالحبة، يعني منبيع للمحلات ومنبيع يعني بالقطعة. فهذا إن شاء الله لقدام يعني مفكرين إنه نفتح محل تاني بمنطقة ثانية نبيع مفرق بالقطعة. نعم، كل التوفيق. بس بالأصل شو هي أهم المشاكل والمعوقات والتحديات اللي واجهتك بهذا المجال؟ والله مشاكل ما في مشاكل، يعني الحمد لله الأمور طيبة والوضع بخير والحمد لله رب العالمين، أمور 100%. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك التقيت صاحب الجلالة، ماذا سوف تقول له؟ والله أنا تشرفت وقابلته لجلالة الملك. كان أنا سكان منطقة الياسمين، ضاحية الياسمين، في مسجد الزمار، مسجد نابلس الكبير. فجلالة الملك هو اللي افتتحه بعام 2013، والتقيت جلالته وكان ابني الصغير اسمه عيسى. فعاد تصورت مع جلالة الملك وابني الصغير عيسى، طلبت انه يقبل ابني. قلت له ابني حاب قبله منك، وقبله جلالة الملك. نعم، بس أستاذ أحمد أكيد في حد درك بصمة بحياتك وشجعك وأعطاك الدافع لتوصل لهاي المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر ببرنامجنا؟ والله أنا بوجه شكر يعني لتاجر الله يرحمه اسمه عدنان الميخي أبو رائد، وبوجه شكر تاني لرياض أبو جميل رياض الألعاب، برضو هذا تاجر يعني هو اللي مكنني ووقف معي في بداياتي، وهو بالصين، له مكتب بالصين ومتجوز صينية. وبرضو اللي ساعدني كمان، برضو أنا بشكر كثير بعض من نسائبي، وبشكر زوجتي الحمد لله على الثقة ودعمها إلي، وفي إلي شريكي كمان ما بنساه يعني اللي بداية وإن شاء الله النهاية معه، إلي شريكي اسمه أيمن عطية أبو محمد، كل الشكر والاحترام له. نعم، كيف ممكن لسان مشاهدين التواصل مع هدير للألعاب؟ تحكي لنا موقعكم بالتفصيل وطرق التواصل معكم. والله إحنا طرق التواصل معنا يعني أنه أنا سهل، لأنه وسط البلد عمان سهل للجميع. إحنا بعمان وسط البلد سوق الندى التجاري، وعندنا صفحتنا على الفيسبوك أكثر من صفحة، بس إن صفحة رسمية الآن شركة هدير الألعاب، وموجودة أرقام تليفوناتنا عليها أنا وشريكي أيمن عطية. ونهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر السيد أحمد الجوخي على حسن خطوه لنا، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. شكرا لك، نورت شاشتك. أهلا وسهلا فيكم، الله يبارك فيكم. يسعدك.